الجيش القطري في تصنيف قوة الجيوش وحجم الجيوش، فاز الجيش القطري بالترتيب الرابع. الجيش القطري خد الترتيب الرابع فين؟ داخل قطر، لأنه اللي خد رقم واحد الجيش الأمريكي أكتر من 30,000 جندي، بعديه الجيش التركي واخد له أكتر من 20,000 جندي، وبعدين الجيش الإيراني والميليشيات الإيرانية 15,000 مرتزق، ثم الجيش القطري 11,000. يبقى الجيش القطري خد الترتيب الرابع داخل قطر في قوة الجيوش، ودي نكتة 2018. ولو شفنا واتفرجنا على المناورات اللي بيقوم بيها قوات الصاعقة القطرية، فعلا ده يعتبر بيسموه ايه، ماجيك لاند ولا حاجة من لعب الأطفال يعني. لكن قطر بتحاول جاهدا أن تتسلق زي النباتات المتسلقة، تحاول أن يعني تتسلق على رقاب الجيوش العظيمة زي الجيش المصري.